يعني انا عايز ابقى وروني كده يا جماعه الصوره بتاعت كولر مع كهربا عشان برضو نجمنا هنا. دي جديده ولا قديمه؟ لا هو ده هم نازلين التمرين امبارح في التمرين. هم قصدوا يبدا نزول كهربا مع كولر في وقت واحد بالاوضه، قلت اللبس في التمرين وتصوروا الميديا طبعا. بالصدفه يعني؟ لا مش صدفه طبعا اكيد. لا 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 ما كان بعد الاجتماع اكيد مقصوده الميديا في الاهلي صورتها. بس خلي بالك هو ما فيش مشكله بين كهربا وبين الراجل، المشكله كانت مع كابتن محمد رمضان. لا أيوة بس الاصطدام كانت الراجل الاول. لا الاصطدام في ابو ظبي بالليل لما هو ماشي. بس هو نتيجه ان كهربا ما اتمرنش كويس في بتاع المستبعدين. لا والراجل اشتكى منه في رمضان اتدخل واتكلم مع المساعد اللي بيمرنه بطريقه وحشه. حلو قوي. لكن يعني بدات كده سبب الترحيل ايه؟ ان هو راجع بالليل متاخر او حاجه زي كده زي ما اتقال. مين اللي شافه؟ كابتن محمد رمضان. لا ما تقالش كده. لا ازاي يا ريس؟ لا لا هو عشان التعدي بالكلام بعد الماتش وبتاع. هو هو انفعل على ده حصل. ده حصل بعد الماتش. لكن لا حتة محمد رمضان دي متاكدين منها بصراحه بشير. ده اللي اتقال وقال لك ان كان معايا امام اهو. يعني انت اهو زي ما انا بقول الكلام ده كلام سوشيال. ايوه وطلع الاوضه قال لي امام انت فين؟ قال له انا هنا من زمان. لا ده كهرباء ماشي الساعه 7 طياره 7 الصبح. لا لا مظبوط. ما ده يعني اللي اتكتب في السوشيال ريس زي ما كتب جيجي قال كده ان كهرباء داخل بالليل. ايوه ما قلتش مش ده مش كلامي. كهربا بعد الموقف ده ما اتحركش من الاوضه. انا بس عايز الصوره دي يا كابتن بشير بخبرتك انت كلاعب كبير يعني صفحه جديده. هل ده الراجل بيبعت رساله بيقول ايه؟ هل هيعتمد على كهربا؟ هل بيقول لك خلاص كل حاجه انتهت واحنا بنبدا صفحه جديده؟ الطبيعي. خد بالك انت عارف الصوره دي على ايه؟ دي على الاكونت بتاعه هو شخصيا بتاع كولر. ودي ثاني مره يعملها كده. قبل كده برضو فاكر لما كان هو خد الاجازه وسافر بره وكان النادي الاهلي بيلعب من غير المدرب وحط على الصفحه بتاعته. فهتكلمنا هنا قلنا الراجل بيقول هو يعني في معناه ان كهربا ده معايا. هل ده معناه ان انت بتقول دلوقتي انت متوقع ان يبقى بره القايمه؟ اكيد. ماتش العين اكيد. لا ما اعتقدش. بناء على الكلام المكتوب على السوشيال ميديا. لا سيبك من السؤال يعني انا توقعي بناء على كده. الصوره دي تعني ايه بالنسبه يعني انت كلاعب كوره ومدرب اجنبي؟ مفيش حاجه خالص. تعني ان مفيش حاجه، مفيش اي مشكله مع الراجل ده. الراجل ده معايا وانا نازل مع الملعب، مفيش مشكله بيني وبينه خالص يعني. هل ممكن معناه ان كهربا يلعب الماتش؟ ممكن بالذات مع الاجانب. عارف لو الصوره دي مدرب مصري اللي مع كهربا اقول لك فيك واونطه واللي في القلب في القلب. كهربا يبدا الماتش. الاجانب ما عندهمش ليهم مصلحته. بس كهربا له رصيد كمان عند الراجل ده. كهربا لما من اول ما لعب مع الراجل ده عمل له حاجات غريبه في الكوره، عمل له حاجات حلوه جدا طبعا يعني. اللي هو ست شهور بعد ما رجع. يعني له رصيد يعني كبير عنده. له سبب اساسي في فوز الاهلي وقتها في افريقيا. اكيد كنت سبب رئيسي ان مفيش فيرو ده كابتن يعني. بعد انا عايز اساله بقى هل حسبه الراجل برضه ما في حسبه فنيه لازم تتحط في الحسبان؟ انت عندك وسام خارج الماتش اللي فات عنده اجهاد ومشكله شويه. كان شد شويه. طاهر برضو خارج باصابه عضليه. خد بالك طاهر كان خارج الماتش برضه عشان طاهر بعيد باله فتره وخد ماتشين تقال ورا بعض يعني. هو بذل مجهود ضخم بصراحه. ما هو رامي ورا بعض مظبوط غير رامي خارج. بس انا بتكلم على الفراوده. هو خلاص هنقول ان هو وسام وفي ظل غضبه من كهربا بيعتمد على طاهر. وطاهر مش فيرود اصلا. وطاهر مش فيرود. طب طاهر خارج مش مظبوط ووسام برضو خارج من الملعب عنده مشكله عضليه. طيب هل جزء من الصفح بقى بتاع الراجل ان هو خلاص قبل الاعتذار بسرعه ان هو اتصور مع الصوره دي هل جزء منها فني انه فعلا محتاج كهربا في ماتش العين؟ هو محتاج كهربا بس ما اعتقدش ان هو يدي كهربا. انت مش متوقع يدخل المعسكر؟ لا. طب انت يا كابتن جديد؟ لا لا انا متوقع لان الاجانب يا كابتن اول ما بيعتذر اللعيب وبتاع بيطول الصفحه ما بيفكروش بيشيلش منه. ولو ليه مصلحته ان هو يلعبه هيلعبه. السنه اللي فاتت كهربا كان بنص رجله وكان الراجل بيلعبه بيعتمد عليه عشان عارف ان هو فايق وبيجيب اجوان. انا دلوقتي ما عنديش فرود. وبعدين الراجل لو لعب بطاهر تاني فرود هنا في مصر ضد العين يبقى ما ينفعش. او بيرسي تاو جابه فرود. الاهلي بقى له اربع سنين محتاج فرود يا كابتن. في ماتش سيراميكا يعني في عز ما سيراميكا ماسكه عامله ماتش عالمي وطاهر جايب له جونين. وبعدين ما تاخدش برضه ما ينفعش يا كابتن. انت عارف عمره ما توقع وحصل. لا هات كده مره واحده. لا بس قال لك الاهلي هيكسب الزمالك 3-0 في السوبر الافريقي. ما انا بقول لك عمره ما توقع حاجه وحصل. عشان كده في السوبر ده خلع من التوقع. لا لا جبت ورا شويه وقلت 50-50 والماتش ده ملوش حسابات. ما حصلش. مسك من النص. ما بقى انا كنت داخل بصدري في ماتش الافريقي ده. انت تسكت خالص يا عبد الجليل ما تتوقعش. لا لا العين افتكر كلامي. لا ما فيهاش هزار. العين فرقه تقيله وفرقه محترمه. لكن في مصر مع النادي الاهلي بعد النادي الاهلي توج بالسوبر اللي فات ده وشاف يعني هنقول شاف الهنا بعد المرار الاسبوع اللي قبليه.
لا انا بقول لك الاهلي برضو هيقطع وش. ايه يا عم مرار؟ ايه يا عم انت حسستني ان الدنيا في ايه؟ لا مش الدنيا، الدنيا اتقلبت. بطوله راحت يا عم، احنا عندنا 50 بطوله. مرار ايه؟ بس ردود الافعال كانت اشد. بس ما تتسماش مرار يعني. مرار مرار ده انا قعدت 7-8 سنين ما بشتركش. هو اسبوع مرار 7-8 سنين بيضيع مني الدوري، بطلع من دوري المجموعات، ده المرار. انما اوصل نهائي 5 مرات اخد 4 ولا 5. مالي يوم النهائي دلوقتي؟ بتكلم الماتش بطوله خسرها الدنيا. ما ده نهائي برضه يحصل. ايوه بتكلم على الماتش اللي فات عبدين، ماتش الافريقي. بيقول انه فرق مع الاهلي الفوز بده، لانه لو خسر كان حصلت مشكله. احنا قلنا الكلام ده كله. طيب ما احنا بنتكلم اهو. طيب وده الكلام مش مرار. لا مرار اسبوع مرار، كان اسبوع مرار. إيه مدير رياضي اسمه اسبوع اعاده ايه يا كابتن؟ الهيكله واعاده ترتيب البيت ده في اسبوع. ده في ناس بتقعد سنين ترتب بيتها. ما سنين ما بيشوفوه. انما في نادي كبير بيرتب في اسبوع. ايوه من الماتش يعني؟ اهو في اسبوع رتب البيت اهو، رجع خد بطوله ودخل على البطوله اهو. مش قرارين ثلاثه في اسبوعين ثلاثه. ده احنا بقى نادي الزمالك بقى المفروض الناس تخش الجنه، ده يعني باللي بتشوفه. ايه اللي دخل الزمالك دلوقتي؟ احنا بنتكلم الاهلي والعين. ما انا ولازم الزمالك تدخله في كارت حشر.